هنا البنات هذا وراني لحقت، جابني خويا يعطيه الصحه. راهي يعني 3 تاع العشيه، راه واحد الشتا واحد الريح واحد البرد ما عندي ما نحكي لكم. شوفوا الحاجه الاولى كي دخلت لبست بيجامتي، لبست حاشاكم تقيشرت البرد السم. هذا وراني شعلت الشوفاج، وليدي تاني تقلت له لبست قشرك باسكو راهي البرد، والكتكوت تاعي رحت جبتو الحمد لله راهو معايا. حبيت نرقدهم شويه، نرقدو ندفيهم ومن بعد هاتيك نطيب لهم قهوه تاع العصر ان شاء الله. المهم حبيت ندير هكا نرقد شويه باسكو راني شويه عيانه عييت، ومن بعد هاتيك نعاود النوض ونكملو ان شاء الله نهارنا كيف كيف. المهم البنات هذا وراني نط، درت قهوه هكا مع العشيه باش نشرب مع ولادي. وليدي درت له حبه تاع الكرواسون باش ياكلها، سخنتها له في بانينوس، كنت شريت مقبل الخبز ولا وتشينا هذه يا مندارين ولا كليمونتين وقيله ولا ماني عارفه، شراها لي بابا باسكو ليدي حبها. المهم نشرب قهوتي وانا عندي شويه بسكوت ولا هنا دوك، خليتها من هذيك الخطره ما زالت لاباس عليها. دوك نشرب حليبي انا ولادي ونكمل معاكم. والله ماني عارفه العشاء، يعني جبت شويه كرنطيطه معايا من دارنا عجبتني اللي كدرتها ما دارتها ماما، بعد نخلي لكم الرابط تاعها في القناه. وليدي هذاك الصغير ورطيت له حليبه شرب. هذا وين غسلت معني تاع القهوه وخملت حالتي، هذاك القضيان اللي جبته الدوزان اللي جبته تاع ولادي راكم تعرفوا كي تجوم ديال لي بارون تاعنا نجيبو السواشي. المهم نجيبو بزاف الصوالح معانا، خملتهم على السريع. لو بلون دو طرافاي تاعي فرغتو، غسلت معناتي. لهنا جبت معايا شويه تاع كرنطيطه، قالت لي ماما ديها بالك لا ما لقيتيش واش تاع الشاي ولا كوليها في العشاء، جات بنينه بنينه، تلقاوها في قناه ماما ان شاء الله. ولهنا وليدي شوفوا راه يلعب، شوفوا لبست له دفيته بيان، هاو اللي قاعد يلعب لهنا. المهم زي ولا غير هاد لي طابي شريتهم من دمت كامل عليهم. ولهنا مسحت الطابله تاعي كيما شربنا القهوه، راهي يعني هذا ونأذن المغرب. بالنسبه للحشا والله ما نكذب عليكم شاني حندي الحشا، انا نتعشى هذيك الكرنطيطه ناكلها في الساندويتش نسخنها نورمال، بقات طريه هكا كي نسخنها من بعد نوريها لكم. وبالنسبه لولادي والله ما عرفت واش ندير لهم، وليدي الصغير يحب غير المقارون، قلت بالك ندير له شويه مقارون بالزبده ياكلو وخلاص. وليدي الاخر راه في شمبرتو يلعب، هاوليك قاعد يلعب، شوفو يخلي الطابي وقاعد يلعب في القاعه. وجيت الحاجه الاولى اللي درتها يا البنات شعلت الشوفاج داري، شوفو لقيتها جامده، لقيت لا كلاص شوفو يا عمري واحد الدفء حاله حاله، يعني راه واحد الدفء لهنا ما شاء الله. وبقاو لي برك شويه دوزان في لا شومبر ديالي، نتا وين نروح نلقاك. كيما قلت لكم البنات هنايا الدوزان تاعي اللي جبتو معايا، هنا شيت واحد الحاجه هايليك في الساشي نوريها لكمش ومن بعد نوريها لكم ان شاء الله. البنات الا تفك بزاف شباب ومن بعد نوريه لكم. وهنايا مع العشيه كوم ما درتش العشاء، يعني درت حاجه خفيفه لولادي، درت لهم هكا خبزه تاع مسكوتشو ولا كيك هكا باش نشربوا به القهوه تاع الصباح. درتو بالتشينا، عصرت زوج حبات تاع تشينا، ودرت هذاك الجو في لاباط ديالي جات من اروع ما يكون. ان شاء الله نوعدكم لا بروشان فوا نصور لكم لي زانغغيديون تاعها. الا هنا العشاء تاعي واش كان، عباره عن كرنطيطه سخنتها كيما دائما نقولكم ما ترموش الناعمه، يعني كي تبقى لكم حاجه سخنوها وكلوها تجيكم كيما العسل. الا هنا زدت لها شويه تاع زيت الزيتون، رشه تاع الكمون، شويه تاع الهريسه، وتعشيت والحمد لله. اما بالنسبه لولادي غليت لهم تليتلي لهنا كان مازالو يفور، حبيت نمدولهم هو سخون باسكو كانت الشتا والبرد، انايا ما نحبش نمد لولادي هكا في الشتا والبرد، نحب نوكلهم هكا شوربه لا سوب، مي هما يحبوا لي لي بات. صافي قلت معليش ندير لهم واش يحبوا، درت لهم شويه زبده وخليتهم ياكلوا. لهنا راني نعس في الكيك تاعي باش يطيب. كما قلت لكم هذا هو العشاء تاعنا كيفاش كان. هنا البنات هذا وين رقدوا ولادي، رقدتهم جيت شمخت شويه تاع البواكاسي باش غدوه نديرو ان شاء الله للفطور. هاوليك تهيت فيه، قلت غدوه ان شاء الله راهي البرد، قلت نديرو هكايا شغل سوب هكا ناكلو مع الصباح ان شاء الله. يعني بالنسبه لل
رقدت مع وليدي مع ولادي، رقدنا كامل في شومبرا وحده كيراهو البرد، باسكو داري ما كانش فيها مشعل الشوفاج، راهي البروده تقتل. شوفوني نهضر بالعقل، ندخل لهنا للشومبرا نوري لكم كيفاش رقدنا. وليدي الصغير درتو لتحت، دوك تشوفوا وليدي الصغير راح نحطو لهنا يرقد. وليدي هاوليك راهو يعني مازال ما رقدش، الاخر رقد وهذاك مازال، دوك نحطو لهنا ونرقدو كامل كيف كيف. المهم البنات انا نخليكم لهنا، نقولكم تصبحوا بخير، ونروح للشوفاج ندفى شويه باسكو برد، غير ما برد تاني نهضر بالعقل سمحولي. اي دوك نبدل البيجاما هذه باسكو تجيني، ني نحب كي نجي نرقد نرقد حاجه هكا خفيفه نرقد بها. البنات شكون كيما انا كي تجي راح ترقد تجي عند الشوفاج، نبقى ندفي في روحي، ندفي ندفي ندفي، ومن بعد نعطيها نجري نروح نروح للفراش تاعي. المهم البنات نقولكم تصبحوا بخير، نتلاقاو غدوه ان شاء الله، نبدا معكم يوم جديد باذن الله تعالى. ولهنا نقولكم يا صباح الفل، يا صباح الياسمين عليكم. لهنا مع السبيحة تاع غد من داك، حبيت نصور لكم نهاري كيفاش داز. يعني شوفوا صورت لكم لا جورني تاعي كامل، مي لا فيديو جات فريمون طويله، قلت نقسمها لكم اون دو، ندير لكم دوكا تيك الجزء الصباحي، وغد من داك ولا ندير لكم الفتره المسائيه. لهنا الحاجه الاولى كي درتها مازال ما غسلتني وجهيني والو، رحت دفيت شويه قدام الشوفاج، ومن بعد تيك توجهت للصال دو بان، بروسيت سناني، اتوضيت، نمشط شعري تاني تدي فوا ما نمشطوش الصباح، ما يكفينيش الوقت ما نكذبش عليكم، نمشطو في الليل نورمال. يعني هذه هي المراه كي تكون مع الدراري مع ولدها الله غالب، مي من الاحسن انا الفتره اللي نحب نمشط فيها شعري هي دايما الصباح، واذا ما كفانيش الوقت كنت مشغوله هذاك النهار معليش العشيه ولا مع الليل نمشطو. ومن بعد جيت للكوزينه كيما تعرفوني دائما كيما كامل ربات البيوت، نتوجهوا للمطبخ تاعنا. وجدت الحاجه الاولى الكوتي تاع وليدي، لابوات تاع وليديها مع ليكول ولا لو بتيداج تاعو، باسكو ما يشربليش الحليب صباح. النهار اليوم كانت الشتاء والبرد، شوفوا الشتاء كان دايره حاله والريح صافي. لبست وليدي بيان، درت له البوني تاعو، درت له هذاك الشال على رقبته باش ما يحكموش لي زونجين، ودرت له المونتو تاعو، درت له لاكابيش تاع المونتو، يعني دفيتو تري تري بيان. خصوه برك ليغون راهم عند ماما في دارنا، كي نروح نجيبهم له ان شاء الله. جوزت وليدي راح يقرا، ومن بعد كيما تعرفوني الجزء الجزء بريفيري تاعي هدايا تاع الصبيحه، تاع كي توجد هذيك البتي داج ديالي. نحب بزاف هذا الركن خاصة متتبعتي كيما أنا، سبحان الله يقولوا لي دايما دخلي لنا الركن تاع القهوة. يعني كما راكم تشوفوا معني بسيطة الشوب تاع القهوة، يعني نفسه راني حابة إن شاء الله قلت كل ما نخرج نشري شوب جديد، والله ما عندي، عندي غير هذا يعني هكا، والاخرين فناجل تاع لي سيرفيس وكامل. قلت كل مره نشري نوع هكا باش نعود نصور لكم، ندير لكم صور في الانستغرام. البنات ما تنساوش تلتحقوا بنا في الانستغرام، راني نشارك معكم بزاف لي ستوري، غير ما تراطيوش كاين لي ستوري نشاركهم في الانستغرام نديرهم لكمش في اليوتيوب. المهم درت هذا المرسو تاع الكيك وكليته بسلامتي كامل، الله يبارك ولا غير كليت. جات هذا المسكوتشو ريشه، درت لها لداخل العصير تاع البرتقال، جات منعشه، شتو حاجه منعشه. وحطيت سنيوتي هكايا بالطباع، حطيت زوج حبات تاع مندارين، حطيت حبيبه تاع التمر. انا التمر لازم ناكلو في الشتاء، نحسو هكا يمدلي واحد لينيرجي، يمدلي واحد النشاط، سبحان الله. ناكل هذا اللي يكون هكا معسل، ولا ما عنديش ناكل هذاك اليابس، هذاك فيه جاب لي ربي الفوائد كثر وكثر. ومن بعد اليوم حبيت نبدل الكوزينه، كرهت من ناكل يوم نشرب فيها القهوه، قلت نروح للصالون. شوفوا نمشي غير على بلا عقل، خفت وليدي ينوض باسكو كان راقد، وكي ينوض يفسد لي كاع القهوه تاعي ما يخلينيش نشربها. صافي قعدت نشرب غير بعقلي، شربتها بيا. مين داك ينوض لي في وسط القهوه؟ مين داك؟ لا لا كيكا، دوك نمدلك. كيما قلت لكم البنات دائما خصوا وقت لروحكم، كيما دائما نقول لكم. يعني البنات سمحوا لي على صوت وليدي الله غالب، ما عنديش وين نخليه باش ندير لكم الاوديو. كيما دائما نقول لكم تهلاو في روحكم، مدي وقت لروحك، شربي قهوتك الاز. الا شتي ولادك يديرونجيو وكيكونوا يشربوا في القهوه تاع الصباح معليش جوزيهم، وجوزي الزوج تاعك، يعني ماشي دائما تروحي هكاك تشربي القهوه وحدك، لا لا.
كيما انا الزوج تاعي لا بلوبر ما يكونش معايا صافي نجوز وليدي نقعد نشرب الاز. انت الا كان الزوج تاعك معاك واطفالك شربي معاهم ومره على مره مره على مره كسري الروتين باش هكا تحسي بالتغيير. يعني انا من الناس اللي نحس بال كي نغير هكا حاجه بسيطه، يعني نبدل الشوب تاعي تاع القهوه نحس بالراحه، نبدل المكان، نبدل اي حاجه بسيطه، نبدل كيما قلت لكم بلاصه اللي ناكل فيها، البلاصه نشرب فيها قهوه، نحس بالراحه النفسيه. سبحان الله البنات تكون كيما انا تقول لي، ولا هنا بعد اللي شربت القهوه تاعي الاز وكونيكتيت شويه مين ندير وقت معين باش هكا ما نقعدش غير نكونيكتي ويروح عليا الحال. ولا هنا البنات جوزت غير شويه شويه ما تشوفوش وليدي راه ورجع معليش ان شاء الله ربي يخليه لي برك. المهم انا قشرت له شويه تاع مندارين هاي اللي قطيتها له باش ياكلها، يموت عليها هذا وشا يعطيه قلبه ياكل. قشرتها له وطيت له هنايا كما راكم تشوفوا فيها راني نسيق، يعني نمسح ماشي نسيق، نمسح حاجه خفيفه غير هكا كشفتات باش تبقى لي الريحه شابه باسكو راهو وحت البرد وحت الريح. لهنا في الدخله تاع الباب تاني تمسح تشوفوا وملهيكا. شوفوا التابي هذيك ما رفدتهاش صافي، مسحت غير من الجهه الاخرى من جهه السانيتير ومن جهه حاشاكم من جهه التواليت وكامل صافي. دوكاتيك اللي هي كراني وجدت لي زانغغيديون باش ندير الفطور، حندير بوا كاس كيما قلت لكم. دوك شوفوا البنات نجوز تجويزه خفيفه ونخرج للبالكون ونرجع لكم. شوفوا راني بالبينوار ديالي وراني نجوز فين شاف. المهم حبيباتي دوك نكمل ونرجع لكم ان شاء الله. فرش معايا تبي يلا ماما فرش فرش لهنا لهنا ماما. شوف هنايا ديروا لهنا تري بيان هنايا برافو ماما تما اه. وسمها هذه وسمها تبي هيا فرش هيا نعاونك ماما ما تقدرش كبيره عليك كبيره عليك هيا هيا نعاون وليدي. اعطيني 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 فرجها لهنا صح وليدي الشاطر صح يعملي يعملي على بنتي السطلة طيب يا ماما برافو. هاي مازال تابي لهنا هاي تاع الشمبرة تاع مامايا ديالي هيكا. يلا منا منا ماما حبيبي منا منا هنايا تما تخي بيان حطها لتما هاد اه. ولا هنا خواتاتي كيما راكم تشوفوا فرجت كاع لي تابي باش تدفى ليدا، يعني راني شاعله الشوفاج راهو واحد البرد ما عندي ما نحكي لكم. الا هنا نقيت صباح الدوش تاني تجوزت عليه باسكو مانيش عارفه لقيت شويه تاع الماء والله ما فهمت مين معليش لقيتو لهنا جاب لي ربي مشميلي تاع الشوفاج معليش ندير هذه باسكو الاخرى تشمخت لي ندي باني بها ما بيت تنشف. لا 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 شك دير نو نو ماما لا لا حطها تما حطها تري بيان يلا يلا نروحو نديرو الفطار هيا راح الحال هيا ماما نديرو الماكلة تاعنا نفطرو. ولا هنا البنات هذه درتها لهنا باسكو في البالكون بردت شغل تكمشت لي كامل، حبيت نبدل لها هاد البو باش نديرها لهنا. لا 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 ماما حط البيغة تاع التواليت حطها كيخ هيا. No.
سقمها سقمها. ولا هنا خياتي راح ندير معاكم الفطور تاعي بعد اللي كملت كامل شغلي، يعني كوم راني وحدي ما يهمنيش الوقت اللي فطرت فطرت معليش راهي قيل 11. راح ندير معاكم البواكاسي. هنا البواكاسي تاعي شللته تري تري بيان وخليته يتشمخ يعني ليله كامله، يعني درتو في الليل ودوكا كان حنطيبو، شلوه تري تري بيان حتى يولي لكم الماء ترونسبارون. هنا البواكاسي باش يجيكم بنين ويجيكم ملبي ويجيكم هايل كثروا له الكميه تاع البصل. البواكاسي والبصل يتماشاو كيف كيف، البواكاسي يحب بزاف البصل. نزيد له حبيبه تاع لي كاروت، انا نحب زروديه وليدي ثاني تيحب زروديه. هنا الحاجه الاولى اللي درتها في الكوكو في الكوكوطه ديالي هي شويه زيت ومغرف كبيره تاع الزبده باش تطلق لنا بنه بنينه. قبل ما نبدا ندوزن كانت واحد المشتركه دائما دائما تسقسيني على الكوكوطه ديالي علاش الشر تاعهم يبرقوا، انا دائما نغسلهم. بالنسبه لهاد الكوكوطه هي تبريه، يعني باش نكون صادقه معاك هي تبريه. دوك ندير ماكلتي ونوري لك البرودوي اللي استعملته. ندير ماكلتي فوق النار باش ما يروحش عليا الحال. نديروا البصل تاعنا، انا قطعتهم شويه هكا صغيورين، نتوما لا حبيتوا تلحوها كوم لا سوب قطعوه عشوائي، انا نحب نشغل كيما نقولوا نرحيهم حاجه قليله، نحب نحس بهذاك البواكاسي هكايا. اول حاجه ندير هادو ما يتقلاو شويه فوق النار، غير الزيت والزبده كي يتقلاو غير شويه نزيد عليهم البواكاسي وندير لهم شويه ملح، ندير لهم شويه فلفل كحل، فلفل كحل للاسف ما عنديش، ندير لهم شويه كركم شويه كمون باش هذاك البواكاسي فيها يعني الجلبانه يديش فيها ليكاس باش ما يجونيش هذوك ليكاس. ولا هنا بالنسبه كاين بزاف سقساوني على المعن تاع الحديد ولا الايناكس ولا المهم باش نقيهم كوكوطات. فوالا انا باش نكون صادقه معكم باش ما نلقاش تعليقات بزاف في لي كومونتير، انا هاد الشركه ولا ما بعثوا لي البنات لا ندير لهم لا بوب لا والو، انايا من هاد المنبر مام يعني اي شركه ولا اي حاجه يتشوف فيها يعني يحبوا يبعثوا لي باش ندير لهم لا بوب على اي منتج ما نكذبش عليكم، انا قناتي فيها المصداقيه، نفوت نجرب الحاجه لو برودوي لي بعثوا لي باش نشارك معكم. هادو ما بعثوا لي ولا غشريتهم بدراهمي، وهذا ثاني شريته بدراهمي، نحب نشارك معاكم وكي يكون اشهار نقول لكم يا خواتاتي اشهار مي حتى نجربوا، ما نكذبش عليكم نجيب لكم برودوي نقول لكم او هايل وما عارفه واش، لا لا انا نحب دعوه الخير منكم ونحب نكون صادقه معاكم باسكو نتوما قادره نوري لكم برودوي ماشي مليح ما تكرهوني تولوا تقولوا هذيك تكذب دير غير لا بوب بالعاني وهكا وهكا. المهم هنا هذا شريته واقيلا 25 فيده ما كذبش هايل عجبني، كنت نشري فورس اكسبريس ولا اكل هادوك واخذوا لي يدي، هذا خدمي به حكي ما يصرا لك والو ويخرج لك هايل. ومن بعد ديك غير نشلل هذاك الكوكوطه اللي فيها الدهون نشللها ونشفها مليح ندير لها هذا البرودوي، هذا روعه هذا يرجع ديروه وحكوه يعني تمتم. هما طريقه الاستعمال مش راهم دايرينها بينما انا نديرو نخليه واحد 10 مينوت ونحكو تخرج لكم لا كوكو تاعكم تبريي تبريي. ان شاء الله نكون جاوبت الاخت اللي دائما راهي تسقسيني في لي كومونتير. كما قلت لكم حبيبات قلبي هذا هو لو برودوي اللي راني نستعملو، ان شاء الله تجربوه. بالنسبه للاخت اللي سقساتني ماذا بيا دائما في نرد على وحده ولا التساؤلات تاعكم في قناتي في لي كومونتير تاعكم اي فوالا هنا راهو تقلى لي داك البصل. دوكا تيك نرمو البواكاسي تاعنا، دوكا نشوفو نرمي البواكاسي وندير لي زيبيس. راني درت هادوك لي زيبيس، دوك نقول لكم واش درت. درت الفلفل الفلفل الحلاله درت الزنجبيل، شوفوا الزنجبيل دوكا تيك في الشتاء دخلوه كاع في الطبخ تاعكم باسكو يسخن الجسم ومعروف يدير السخانه في الجسم تاعكم. ودرت الكركم اللي ما نستغناش عليه كاع في غوسات تاعي. واش درت ثاني يا ربي، درت الكمون، درت قنيصه تاع راس الحانوت باش يمد ليها كانغو شباب. صافي دوكا تي كنحمصهم نزيد نخليهم يتقلاو تري تري بيان ومن بعد نمرق. وكان نصيحه نمدها لكم ما تغلقوش الكوكوطه تاعكم باسكو البواكاسي يدير رغوه اكثر من اللوبيا واكثر من الحميصه. صافي انا واحد الخطره غلقتها دارت لي ديكا هنا طرشت لي كاع الحاله، يعني نحب دائما ما نخليكمش تطيحوا في الاخطاء اللي طحت فيها انا من قبل. انا بالك نخليها على نار قليله ولا خلوها تغلي 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 حتى تشوفوا الرغوه كاع ما كاش بعد غلقوا عليها في لاكوكوت. ان شاء الله نكون وريت لكم الطريقه. دوك نمرق نمرق حتى لهنا نغطي البواكاسي عفوا تاعي ونخليه يطيب. ولا
هنا البنات بعد لي طابت لي هذيك بواكاسي دوكاتيك مقعد لي غير نزيد لها كميه تاع المعدنوس انا لي سوب ديالي كامل نزيد لهم المعدنوس من الاخر باش يقعد هذاك اللون عفوا هذاك الذوق تاعو بنين. ونزيد نوري لكم ارواح ماما وباش نرافق هذا الطبق تاعي بما انه راهو البرد نسيو ناكلوا حاجه فيها لي فيتامين. لهنا هذاك الماشطو اللي كنت خبيته في الفريجيدار في الكونجيلاتور سخنت الماء ورميته قباله في الماء شوفوا هاوليك غليت وما حبيتش نفورو باسكو كنت مزروبه غليت الزرادية دوك ندير لهم فينيغرات بزيت الزيتون والخل نتحصل على شلاضه ناكلها ونجوزها مع البواكاسي دوكا تيكن ميكسي راني حطيت الميكسور ديالي هنايا ونرجع لكم البنات ان شاء الله كي نوجد الفطور ديالي يكون واجد نرجع لكم باذن الله تعالى. ولهنا راني حطيت فطوري وليدي درتو له مع الخبز باسكو ما يحبش ياكلو غير هكذاك راني درت له بصحته بصحتك ماما. ولهنا درت هذيك الشلاضه اللي قلت لكم عليها ناكلو الخضره بزاف بزاف مليحه لاسونتي تاعنا درت لها زيت الزيتون والخل والملح. ولهنا البواكاسي ديالي هاب لي كيفاش جاب بزاف بنين شوفوا كيفاش جا ثقيل وملبي. وهذيك الزرديه ما حبيتش نرحيها رحيت غير شويه بالبغاميكسو هاي اللي كيفاش جا القوام تاعو. المهم خواتاتي دوكاتي كنا نفطر ونكملوا لا فيديو تاعنا مع بعض ما تروحوش بعيد. ولهنا كيما شفتوني مقبل فطرت وغسلت ماني ودوكاتيك حبيت نرقد وليدي حاشكم رحت غسلت له في الدوش بدلت له لاكوش تاعو وغلقت كامل التواقي باسكو انا التواقي ديالي جايين تاع الحطب صافي كي تقيسهم الشتا يتنفخوا ولا راني ديسيدي نبدلهم. المهم البنات راني حنرقد لهنا في الشومبره تاع وليدي نرقد خوه نستنى وليدي ان شاء الله يخرج على 3:30 وبعد العشيه نتلاقاو بالك نطيبوا القهوه كيف كيف نوجدوا العشاء. المهم العشيه نتلاقاو ان شاء الله.